سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، توحشتكم بزاف صراحه، وكنعتذر على الغيبه. ان شاء الله اليوم ان شاء الله البنات غنديروا كيك عادي. المهم كيك اليوم اللي كنحضروا دائما، يعني المعتمد عند بزاف ديال الناس، وكل واحد صراحه طريقته كيفاش كيصاوبو. اليوم نشارك معكم ان شاء الله طريقتي انا كيفاش كنصاوبو، طريقه بسيطه، والاهم انه كيجي كيك منفوخ ولا زعما كيجي اسفنجي، وكيجي صراحه لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. نبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا 4 ديال البيضات كيف كتلاحظوا معايا. غادي نزيد ليهم واحد قبيصه ديال المليحه صافي، وغادي نزيد الخل الابيض، وغادي ندير تقريبا واحد ربع كاس الخل الابيض. صافي، وغادي نزيد غنخلط هذا البيض بالخلاط الكهربائي، نخدمهم مزيان. كنضيف كذلك واحد الكاس ديال سنين البنات، حتى هو ممتلئ، وكيبقى يعني التحليه على حسب الرغبه. يمكنكم ديروا كاس، يمكنكم ديروا نص كاس، واللي بغيتو. غادي نخلطهم عاوتاني مزيان. من بعد كنزيد واحد يوغورت ديال الفاني. صافي، دابا غادي نخدم غير الطراب اليدوي. غنضيف كذلك واحد نصف كأس ديال الماء دافي، نخلطو مزيان. غنضيف الفاني، غنضيف البنات شويه ديال قشور ديال الليمون. واخا درنا الفاني يمكن لكم تزيدو، كيجيب المذاق ديالو رائع. قشور ديال الليمون بحال هكا قشرنا، يعني حكيت غير القشور ديال الليمون صافي. غنخلطهم مع هذا الخليط مزيان. صافي، دابا غنبقى ندير الطحين. خلطته، غادي نخلطو مع جوج ديال الخمارات، جوج ديال الخمارات حمر فقط، غير جوج، ما نكثروش بزاف. وغنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على الخليط يجينا مويه، ماشي قاصح وماشي خفيف بزاف. قلت لكم البلاط كنضيفوا الدقيق، كنغربلوه ضروري. يبقى الطحين على حسب الخليط، يعني نتوما عينكم ميزانكم، نوريكم كيفاش غادي تجي في الاخر البنات. من بعد ما راكم كتشوفوا معايا كيفاش كيجي القوام ديال الكيكه ديالنا، ما ماشي يعني ماشي كثيفه، وماشي انتوما كتشوفوا معايا كتجي هكا على هذا الشكل. ضروري خصنا نخليوها شويه هكا مويه، تجي شويه خفيفه بحال هكا. دابا غنضيف لها شويه ديال الزبيب. الزبيب البنات درت لي شويه ديال الدقيق، ضروري باش ما كيهبطش لينا في الكيك لتحت، باش كيبقى طالع. غادي المهم الكميه على حسب الرغبه كما قلت لكم. غادي نضيف انا هذه الكميه ديال الزبيب. صافي، هذه هي المرحله الاخيره. صافي، غنحاول اني نخلطه مع هذا الدقيق مزيان. المول ديال البنات راني درت فيه الزبده ودرت ليه الدقيق، ودرتو في المجمد شويه باش الكيكه ديالنا ما كتلصقش لينا.
كتجي يعني كتحيد لنا بسهوله من المول. صافي انا خلطت هادشي، دابا غنجيب المول ديالي. البنات بالنسبه للمول خديت انا هاد المول هذا، بما ان هاد الكيكه قديمه يعني كانوا الامهات ديالنا كيديروها زمان ولا شحال هادي، خديت هاد المول حتى هما كانوا كيديروا في هاد المول، يعني كتجي يعني كيما احسن من الكيكه ديال زمان، كتجي بحال هكا يعني في هاد المول العادي اللي كان هكا. البنات الفران ما سخنتوش، غادي يعني غنديرها في الفران وهو بارد، تندخلها عاد غنشعل عليها. كما قلت لكم كل واحد وطريقته كيفاش كيطلع ليه الكيك وكيفاش مولف، وانا هذه الطريقه اللي كندير. كنتمنى ان شاء الله تنجح معكم حتى نتوما. صافي صافي البنات، دابا غادي ندخلها ان شاء الله للفران وغير توجد ان شاء الله نتلاقى. كيف قلت لكم البنات، هنا درت الكونفيتير ديال الليمون، زدت معاه شويه ديال الماء سخون وكنديرو على هذا الشكل هكا باش كيعطيني هذا البريون بحال هكا الكيكه ديالنا، وفي نفس الوقت باش ملي ندير عليها شي حاجه تشد ليا. لحظه معايا، غادي ندير عليها غندير عليها البنات هاد القشور ديال الليمون. كانوا عندي شحال هادي ويبستهم في الضليله وكنحتاجهم بزاف، يعني دابا ان شاء الله نوريكم استعمالات بزاف بزاف اللي كنحتاجوهم فيهم. حكيتهم في حكاكه رقيقه هما اللي غادي نستعمل، ماشي ما درتش بزاف، انتما كتلاحظوا معايا غير شويه، يعني غير كميه قليله. تلاحظوا معايا هي، انا خدت شويه وغادي نديرها فوق الكيكه ديالي بهذا الشكل فقط للتزيين، بما اننا درنا فيها قشور ديال الليمون نحاولوا اننا نزينوها كذلك بقشور ديال الليمون من الفوق. كتجي البنات هاد الكيكه هائله. واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي على هذا الشكل البنات. كنتمنى ان شاء الله تكون باينه لكم، كتجي رطبه وهائله البنات، كنتمنى انكم تجربوها. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم في اي وقت، وكتبقى كما قلت لكم الا حفظتوا عليها في شي اناء ديال زجاجي كتبقى محافظه على الرطوبيه ديالها، وما نقولكمش المذاق ديالها واللذه ديالها رائعه جدا. هذا ما كان البنات، كنتمنى ان شاء الله تجربوها ونشوفكم او نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.